خلينا نتعرف أكتر على قصة ممشى أهل مصر في محافظة المنيا وأيضا الافتتاحات المتعلقة بمسار العيال المقدسة. على الهاتف معنا نائب محافظ المنيا، بنرحب بحضرتك يا فندم، صباح الخير. صباح النور يا فندم. أستاذ محمد، محافظة المنيا شهدت يوم، دكتور محمد، محافظة المنيا شهدت يوم حافل بالافتتاحات والجولات، كلمنا عن الفعاليات اللي حضرها عدد من الوزراء امبارح. اولا صباح الخير على سيادتك وعلى جميع الساده المشاهدين. حقيقه محافظه المنيا امبارح حظيت بيوم حافل من الافتتاحات زي ما سيادتك قلت. كان شرفنا بزياره معالي السيد الوزير اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه والاستاذ الدكتور خالد العناني وزير السياحه والاثار. الافتتاحات ابتدات صباحا بزياره مبنى المحافظه وتفقد وحده التحول الرقمي والمتغيرات المكانيه والبنيه المعلوماتيه والوقوف على اعمال التطوير والمستجدات الخاصه بالوحده كوحده متميزه في محافظه المنيا وتدر موارد ذاتيه للمحافظه. ثم بعد ذلك توجهنا الى كورنيش النيل حيث تم افتتاح المرحله الرابعه من اعمال الكورنيش. والمنيا الحقيقه محافظه تمتاز بكورنيش متسع ومتميز جدا في محافظات الصعيد. اجمالي طول الممشى 1800 متر، المرحله الرابعه فقط قرابه 500 متر تحديدا 492 متر، واجمالي مساحات 66000 متر مربع. فالحقيقه ان الكورنيش في المنيا يتميز باطلاله متميزه جدا على النيل وممشى مباشر على النهر باجمالي اطوال زي ما قلت 1800 متر، متنفس طبيعي لاهالي المنيا وبيميز المحافظه جدا، وفي نفس الوقت بيتيح للمحافظة مصدر سياحي وجمالي جاذب جدا على مستوى محافظات الصعيد. طب دكتور محمد، احنا شايفين على كنا شفنا في التقرير كمان انه في ممشى للرياضة وممر، يعني حابين حضرتك تعرفنا اكتر عن الحاجات التجميلية اللي حاصلة في الممشى. في تنوع في مكونات الكورنيش الحقيقه. الكورنيش ليس فقط في المنيا، يعني ليس فقط مجرد جلسات او متنزهات خضراء، وانما معمول اكثر من مستوى تصميمي. في مستوى التصميم المباشر على النهر، وده عباره عن ممشى بطول ال 1800 متر، وده لممارسه الرياضه الصباحيه والتنزه صباحا. في عندنا مستوى اخر خاص بمسار الدراجات على الكورنيش، وفي مستوى المتنزهات اللي هو الحدائق وخلافه، بالاضافه الى تقديم الخدمات المختلفه للمرتادي الكورنيش، يعني كافيتريات واماكن تقديم الطعام بشكل يتيح للناس متنزه امن وفي نفس الوقت مريح. عندنا برضو على الكورنيش بنعمل حاليا معرض دائم للحرف اليدويه والتراثيه اللي بتمتاز بها محافظه المنيا، علشان ده برضو بيتيح للسيدات في المحافظه عرض منتجاتهم، ودي كانت نقطه مهمه ايضا في افتتاح الكورنيش امس، ان منصه ادي مصر كانت عارضه هذه الحرف والسيد الوزير افتتحها، السيد وزير التنميه المحليه. فالكورنيش بالنسبه لنا هو عباره عن متنزه وفي نفس الوقت رياضه وايضا عرض للحرف التراثيه واليدويه وفعاليات بتقام احيانا على الكورنيش كنوع برضه من الترويج الثقافي والسياحي في المحافظه. يعني ممشى بيفتتح في عام 2022 بالتاكيد يتعامل مع نظم حديثه، ايه هي اهم النظم دي اللي تم مراعاتها في الكورنيش حتى يعني يكون نسخه واحده من كل ما تم افتتاحه من مشروع ممشى اهل مصر؟ اهم شيء كان في روعي في تصميم الكورنيش وجود مساحات متسعه تقدر تتيح للناس الجلوس بشكل امن وفي نفس الوقت ايضا بدون تكدس، ومراعاه البعد الامني في اعمال التطوير، بمعنى انه يبقى الكورنيش مغطى بالكامل بكاميرات وخلافه علشان الناس تستشعر الامان ايضا اثناء تنزهها. بالنسبه للكورنيش بيتصف بشيء مهم جدا، ان احنا بنحط عليه خدمات طبيه لا قدر الله في حاله حدوث اي عرض او خلافه، فبتبقى برضو نقاط التمركز الطبي دي مهمه جدا بالنسبه بالنا. مجهز طبعا بكل وسائل الراحه المعتاده في مثل هذه المتنزهات، اللي هو زي ما قلت لحضرتك اماكن تقديم الطعام وخلافه. في شيء برضو مهم، انه الكورنيش فيه شاشات عرض جاري تركيبها. الشاشات دي مهمه بالنسبه لنا علشان خاطر بنعرض عليها الفعاليات الاساسيه والفعاليات الهامه، ف
فبتبقى بالنسبه لنا برضو نقاط مشاهده في بعض الامور دي بتميز الكورنيش تكنولوجيا. جاري ايضا حاليا دراسه ان احنا نمد نقاط في الكورنيش بوصلات انترنت واي فاي، يعني وصلات انترنت مجانيه علشان خاطر نقدر نتيح هذه الخدمه للناس ويبقى تقضي يوم كامل في المكان دون الاحتياج ان انت تخرج منه. الكورنيش بالنسبه يعني كل حاجه فيه فعلا مميزه جدا وحلوه جدا، واحنا شايفين على الشاشه دلوقتي حاجه ما فيش اروع من كده فعلا، واهتمامكم كمان بذوي الهمم من الحاجات المهمه. عايزه اتكلم مع حضرتك كمان بخصوص مشروع تطوير مسار العائله المقدسه بجبل الطير. كلمنا عن عوامل التطوير اللي شهدتها الطريق والمناطق المحيطه بيها، وقد ايه ده هيعظم طبعا الموارد الاقتصاديه للمحافظه. تمام يا فندم. هو بس النقطه الاخيره كنت بقول لحضرتك ان الكورنيش بالنسبه لاهالي المنيا هو متنفس طبيعي وهام جدا، ولذلك المحافظه بتوليه اهتمامها الكامل. فيما يختص بمسار العائله المقدسه، حقيقه ان امبارح جرى افتتاح مسار العائله المقدسه في دير جبل الطير في مركز صمالوط. مسار العائله المقدسه في المنيا له خصوصيه، احنا عندنا 25 نقطه معتمده للمسار في مصر في 8 محافظات بتبدا من سيناء وبتصل الى اسيوط. بالنسبة للمنيا تميز النقطة يأتي في أنه القبو الموجود في كنيسة السيدة العذراء في دير جبل الطير مكست فيه العائلة المقدسة عدة أيام. الحقيقة أنه كنيسة السيدة العذراء شهد امبارح المسار في أعمال الافتتاح أكثر من مكون. الجزء الأساسي في المسار هو المسار المؤدي إلى الكنيسة، وده تم تطويره بالكامل من اعمال البازلت واشجار الثروه والدهانات وخلافه، بالاضافه الى اعمال التطوير الخاصه بالاناره والممشى، ثم بعد ذلك جداريه تؤرخ لمسار او رحله الدخول في مصر، وثم صحن الكنيسه والكنيسه نفسها ما تم تطويره فيها من اعمال. امبارح تم افتتاح هذه النقطه، ودي حاجه مهمه بالنسبه للمحافظه لانها هتساعد في الجذب السياحي، ومش فقط الجذب الديني وانما ايضا الجذب السياحي، لان المسار الحقيقي يرتاده على مستوى العالم سائحين من كافه الدول. امبارح ايضا بعد ما خلصنا المسار تفقدنا اعمال التطوير اللي كانت فندق العائله المقدسه بشكل عام، فالمكان هناك متميز بانه برضه يقدم خدمات سياحيه ومنتج سياحي متنوع ومتميز لجذب السياحه الدينيه الى مصر. صحيح. يعني على اي حال احنا يعني عندنا فعلا مشروع ربما كان يعني بيفتقد الشاطئ المصري ليه، كان في تساؤلات كتير جدا من يعني وفود اجنبيه ربما انا قابلتها بشكل شخصي، يعني ما فيش يا جماعه مكان في مصر اقدر اتمشى فيه على النيل، اجري فيه من غير ما يبقى فيه مشاكل، من غير ما يبقى مظلم، من غير ما يبقى فيش عارف ايه. المشروع ده فعلا قدر ان هو يوصل بمصر بالشكل الاوروبي اللي كنا نحلم بيه لمكان من اجمل الاماكن واقربها لقلب المصريين. بنشكرك دكتور محمد محمود ابراهيم نائب محافظ المنيا على هذه المعلومات، وبنتمنى نشوف الممشى ده في كل محافظات مصر.